مرحبا بك. الو، السلام عليكم. شكرا لكم ومساء الخير على كل متتبعي قناه النهار، وشكركم على المقدمه اللي عطيتونا فرصه باش نفهموا المستمع في الاغنيه اللي عشقت. شكرا لك وحيد. كما كنا نسمع في الأغنية تاعك، بداية ألف مبروك، لأنه الأغنية تاعك راهي تحتل التوندونس منذ أسبوع في التوندونس الجزائري، السابعة في التوندونس التونسي، والعاشرة في التوندونس المغاربي. وحيد، بداية نتكلموا لو كان تكلمنا على تفاصيل هاد الأغنية وكواليس هاد الأغنية. بون، بروميرمون سي فري كو هاد الأغنية جات من عند دو كوليغ اللي هما فوفا طورينو، جليل باليرمو، حتى محمي لانو كان مشارك معنا فيها، وحتى الشاب عباس اللي نشكرهم. يعني كنا في الكواليس، كنا نوجدو فيها، ولما عطاوني لو تيتخ تاع زيديني عشقا ما جاتنيش بيزار، مي شغل باسكو كنت ندير فيهم ثقة. اون بليس باسكو زيديني عشقا تاع أستاذ كاظم الساهر، يعني لو تيتر هذا ديجا شغل سامعين، وديجا انا قلت نقول زيديني، يعني ايماجين الناس ديهم حاجه بيزار ولا. ابخي كي بدينا نكتبوا في الاغنيه وشفنا الكلمات وشفنا اللحن وحتى التوزيع الموسيقي زينو مره اخرى، ممكن شويه دو ريزون. بون، قلت لك هاد لا شونسون ابخي كي 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 لحقت عند الموزع الموسيقي زينو كلدور، اللي عطالها فريمون ريتم، عطالها نوفو سون اللي حتى الموسيقى تلعب دور ثاني. نشكر كاع ليكيب، طارق حشمان، طارق بورحلي، كاع ليكيب كاع ليكيب اللي شاركت في هاد الاغنيه، حتى لو كليب جحش نحييه اللي عطى طابع خاص لهاد الاغنيه، حتى لوندروا اللي درنا فيه لو كليب يعني كان رومانتيك، كان كان يعني عطل اخرج عن الاغنيه، حتى لي فيغيرون اللي كانوا الوجوه اللي يمثلوا معنا يعني كانوا فريمون، يعني كل حاجه كانت في بلاصتها الحمد لله. واش راني نشوف دوكا برا، زيديني حتى الناس دراري منا، صافي ان غرون بليزير. ولو طوندونس هذا يعني ماشي حاجه جديده عليا، ولا كنت ديجا ندخل لي طوندونس ديجا افون، مي باش نكتسح لو طوندونس هكذا نكون يعني مازالني في طوندونس، يعني هذه تزيدني بزاف الثقه، وتزيدني بزاف العب في ظهري باش نزيد نخدم وباش نزيد المد وباش نزيد توجور نجيب حاجه مليحه للجمهور ان شاء الله. ونذكروا انه في ظرف اسبوع فقط الكلمات كانت لجليل باليرمو. هل كان بالنسبه للكلمات كانت لجليل باليرمو كانت اضافه بالنسبه للكليب وبالنسبه لنسبه المشاهده؟ نو 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 نو، جليل باليرمو، فوفا، محمي لانو اللي تاني راهم ما شاء الله راهم في طوندونس تاني، اللي فريمون عندهم ديجا اكسبيريونس، على بالهم باللي الجمهور واش راهو يحب دوكا واش راهو كاين، باسكو يعني تحبي ولا تكرهي هادو ثلاثه، حتى المنتجين، حتى دي بين كلاش اللي فريمون دخلوا في كيما نقولوا حنا كسبوا جينيراسيون جديده. جينيراسيون جديده اللي يعرفوا كيفاش باسكو حنا هاد ليكيب سميناها زنقاوي، وهاد لو تيم تاع زنقاوي يعني حاب يقول باللي نهضروا حتى واش كاين حتى في الشارع، مي في الاستوديو نعرفوا كيفاش نيطوايو الكلام، وكيفاش كيفاش نقعدوا له، كيفاش نحطوا موسيقى، كيفاش نديروا، يعني هاد ليكيب الله يعمرها دار. حنا تاني سمينا هاد لو تيم زنقاوي اللي فيها شباب، ستيل اللي ولا نشوفوا بزاف واحد، ستيل زنقاوي اللي وليتو يعني حتى انت وليت دير واحد، يعني قلت لي انه ستيل هذا عجبك، لكن شنو هو هاد ستيل وكان تفهمنا اكثر عليه؟ نو هاد لو ستيل، هاد النكوه زنقاوي جات يعني جات في الاستوديو، جات في الاستوديو، ولما كنا قاعدين كاع ليكيب وشفنا باللي حتى ما يخفالكش باللي جليل باليرمو، فوفا، محمي لانو يعني يغنوا الاغاني تاع الملاعب، وحب يقول باللي شغل تاع حوما سي دي كارتي بوبيلار زنقاوي، حب يقول باللي حنا رانا حنا وسي مانين لي كارتي بوبيلار، حنا تاني نشوفوا واش راهو يدور في لي كارتي بوبيلار. وما تنساش باللي حتى الكونفيرمون هذا شغل زيرنا شويه، هي لو كان ما جاش كونفيرمون كاين الخدمه ايتو، تقدر تجيب لي سيجي تقدر مي لو كونفيرمون، سي يعني زيرنا بزاف بزاف، والحمد لله خرجنا بنتائج دي ريزلتا. جلال
شاك بريسك ان موا عنده فوفا شيخ ان موا دي دين بزاف 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 فنانين هنا اللي راهم معنا راهم يوجدوا راهم كاين جديد فري فري شباب اون بليس حتى شاب عباس البارح اصدر الاغنيه تاعو راهي دخلت للبوس اللي يقول فيها نمبر وان يعني انا كاين كي راني نتكلم على هاد الفنانين يعني احنا رانا جروب واحد نلقاوي كاع واحد يعني كامل جليل باليرمو قلت لي موح ميلانو كامل وحتى لو كان كانت هذه الفتره صعيبه وحيد مع انه شفنا انكم درتوا دي فيديو فيها كليب فيها حتى فيها حتى فيها حتى استاذ ثاني معنا هو الياس قسنطيني اللي راهو معروف في الساحه الفنيه ثاني هو اللي راهو يمد لنا في رايو ويعاون فينا يعني لو كان تشوفوا بعينكم هاد ليكيب كيفاش راهي من دامجه الحمد لله ورانا بيد في اليد يعني مليح وهذا لو كان كاع الفنانين حنا في الجزائر نكونوا هكذا متحدين والله غير ما كانش كاع ما يدوا لنا الغنى تاعنا ما يعاودوه ما يشيعوا به ما يتعرفوا به ما والو ان شاء الله تبقاو هكذا متحدين وفي المستقبل يعني كي نتكلموا على كي راكم متحدين بيناتكم الشباب الفنانين يعني في المستقبل هنشوفوا ديو مع دي غابور يعني مع مثلا فوبيا ولا ديدين كانو هنشوفوك واحد في المستقبل شوفي الاخت باش نقول لك ديو مع رابر انا بور لو مومون ما مادام كي رانا في استوديو هي 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 تقدر تجي في الدقيقه الاخرى كنشوف اغنيه قال لي فوالا واحد ممكن يطيح مع 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 مانيش عارف انا مع مع ديدين كلاش ولا مع نابورت رابر نسقوها ونلقاوها باللي اغنيه خرجت هيتو منا حتى تاني عندي اغنيه راهي مع جلال باليرمو رانا نوجدو فيها ستيل توجور زرقاوي مي راح هذه الخضره سي ستيل شاوي سطايفي حاجه جديده حاجه جديده حاجه جديده دونك كيفاش تخرج هذه الاغنيه واحد؟ الاغنيه هذه مازال رانا في استوديو عاد رانا نسجلوا فيها مي ان شاء الله دون واحد الشهر ان شاء الله راح تكون 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 في اليوتيوب ان شاء الله يا ربي وحنا في انتظار هذا يعني الجديد تاعك وان شاء الله يعني ابوابنا مفتوحه ليك وكذلك لجليل باليرمو نتمنى دائما جديد فقط كسؤال اخير شفنا في الكليب وجه معروف يلي العارضه وحيده قروج درت يعني وحيده قروج يعني درتها حتى باش تزيد لك نسبه المشاهده باعتبارها يعني وجه معروف نو 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 ماشي هكذا كاع وماشي ماشي انا اللي كلمتها يعني الاخت وحيده نحييها بالمناسبه واللي فريمون سي فري كو هي راهي في التواصل الاجتماعي اللي راهي في لي ريزو سوسيو اللي راهي باينه ومعروفه مي انا والله ما كلمتها كلمها المخرج والمخرج هو اللي المخرج تحيش هو اللي جاب هذوك لي فيغيرون حتى وحيده الله كيسخسي هو اللي جابها والله يعني ما ماشي وما كان حتى يعني كان علاقه ولا زعما هكذا اللي باش نستغل كيما كنت تقولي انت يا نو انا ما نستغلش الناس مي الحمد لله جات في النيه جات في الصواب والحمد لله الحمد لله شاب وحيد انا نشكرك على كامل هذه التصريحات نتمنى لك مزيد من النجاح ابوابنا مفتوحه ليك ولكامل الفنانين شكرا ويعطيكم الصحه وميرسي بوكو توجور هي قناة النهار اللي دائما حاضرة في الكواليس في كامل النواحي نقول لهم بون كونتينياسيون وكاع ليكيب تكنيك وكاع رجال الخفاء تاع قناة النهار نقول لهم يعطيكم الصحة ورانا هنا ماشي مشكل شكرا لك شاب وحيد ميرسي الله يخليك مع السلامة يعطيك الصحة شكرا السلام عليكم صح